نبتدي كالمعتاد بأهم الأحداث والأخبار. سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة تفقد بالأمس جهود إنشاء مركز القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن تكون القيادة الاستراتيجية صرحا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع الجهات وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة، وذلك باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة. شعب مصر العظيم في ظل أوضاع إقليمية ودولية بالغة التعقيد يأتي تعظيم قدرات القوى الشاملة للدولة على رأس أولويات الدولة المصرية التي استشرفت آفاق المستقبل برؤية عميقة للأحداث، نظرة ثاقبة للمتغيرات والتطورات الدولية، فثبت لها يقينا أنه من أراد السلام فعليه بامتلاك القوة اللازمة القادرة على الحفاظ عليه. في إطار الأولوية القصوى لتعظيم إمكانيات الدولة وقوتها الشاملة، تابع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عن كثب جهود إنشاء القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث شددت توجيهات سيادته على أن تكون القيادة الاستراتيجية صرحا لشعب مصر العظيم وإضافة حيوية لقدرات القوات المسلحة بما يضمن تكامل التخطيط والتنسيق لجميع جهاتها وتعزيز القدرات والاستعداد الدائم لمواجهة التحديات بفعالية وكفاءة باستخدام أحدث نظم التكنولوجيا المتطورة. هذا وقد قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة تفقدية للقيادة الاستراتيجية استعدادا لانتقال قيادة القوات المسلحة إليها، حيث كان في استقبال سيادته كل من الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أشرف زاهر رئيس الأكاديمية العسكرية المصرية، وعدد من قادة القوات المسلحة. وقد أكد السيد الرئيس أن القيادة الاستراتيجية الجديدة ستقوم بدور محوري في تعزيز الجهود الحثيثة التي تقوم بها الدولة لحماية الأمن القومي المصري على جميع الاتجاهات الاستراتيجية على النحو الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة ويسهم في تأمين مقدراتها وحماية المصالح العليا لشعب مصر العظيم. كما أجرى السيد الرئيس جولة بالأكاديمية العسكرية المصرية متفقدا عددا من منشآتها، ومن بينها مبنى رئاسة الأكاديمية للدراسات العليا والاستراتيجية ومبنى معهد المدفعية ومعهد المشاة ونادي الفروسية بالأكاديمية. حيث أكد السيد الرئيس في هذا الصدد على الأهمية التي توليها الدولة لتطوير منظومة التعليم والتدريب بما يضمن رفع مستويات الأداء والكفاءة للمتعلمين والمتدربين ويعزز من قدراتهم العلمية والمعرفية والعملياتية ويؤهلهم لتنفيذ شتى المهام التي توكل إليهم مستقبلاً. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة مسجلة بالأمس خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة والمنعقد في العاصمة الصينية بكين. أيضا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت عن نجاح مشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في عقد بقيمة 397 مليون يورو، وده في إطار توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة. خلينا مع بعض نتابع مزيد من التفاصيل في التقرير اللي جاي. أخبار
أخبار كتيرة حصلت امبارح. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ألقى كلمة مسجلة خلال الجلسة الافتتاحية في أعمال الدورة الثانية من منتدى العمل العالمي من أجل التنمية المشتركة المنعقد في العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 11 ل 13 يوليو 2024. وقال رئيس الوزراء إن المنصة الوطنية لبرنامج نوفي اللي تم إطلاقها كمبادرة رئاسية مصرية خلال مؤتمر COP27 واللي بتعد بمثابة تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل وتمثل نموذج فعال لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويلات الميسرة للتعامل مع قضايا التكيف والصمود والتخفيف أمام التغيرات المناخية وتنفيذ التعهدات خصوصاً على صعيد القارة الإفريقية. وزارة الداخلية وصلت فعاليات مبادرة كلنا واحد معك في كل مكان تحت رعاية رئيس الجمهورية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني المناطق الأكثر احتياجاً والسيدات المعيلات. وبيتولى قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية التنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل طبية وإنسانية استهدفت عدد من القرى والتجمعات السكانية بنطاق محافظة كفر الشيخ لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين. وسيتم توزيع عدد من العبوات الغذائية والمساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم ليهم بالمجان. أيضاً توزيع بعض المساعدات العينية على عدد من السيدات المعيلات من ذوات الاحتياجات الخاصة. امبارح أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح مشروع مصر للهيدروجين الأخضر بالمنطقة الصناعية المتكاملة بالسخنة في حسم عقد بقيمة 397 مليون يورو ضمن مزاد مؤسسة H2 Global لتوريد الأمونيا المتجددة للاتحاد الأوروبي. وهيتم توفير إمدادات الأمونيا المتجددة من مصر بسعر 1000 يورو للطن حتى عام 2033، واللي هيتم إنتاجها اعتماداً على استخدام الهيدروجين الأخضر. وبيأتي ذلك في إطار التزام المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو توطين صناعة الوقود الأخضر وتحقيق استراتيجية الدولة المصرية في مجال تنويع مصادر الطاقة وإنتاج الطاقة النظيفة.